على وجوب إيلاء أقصى اهتمام للتكفل بملفات القروض، وذلك بدراستها والرد عليها في آجال لا تتعدى 30 يوم. هذا ما سيساهم في إرساء أرضية من المصداقية والثقة بين المتعامل والبنك من جهة، وسيسمح للمتعامل باستغلال الفرص الاستثمارية في منتوجات جديدة ومبتكرة تستوجب التعامل بسرعة وبفعالية من أجل توفير التمويل الضروري لتجسيدها. في هذا الإطار أؤكد عليكم إعطاء الأولوية القصوى لتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، والعمل على توجيه المتعاملين الاقتصاديين نحو مجالات استثمارية. استرجاع الثقة، أؤكد عليه، استرجاع الثقة هو أحد أساسيات التي سوف تسمح لنا بالنجاح في هذا المسعى. Recouvrer la confiance du client, recouvrer la confiance du citoyen. Il ne faut plus que le client ou l'opérateur se sente frustré quand il dépose un dossier de crédit. Il faut qu'il se sente accompagné,